قول لي امتحان العربي النهارده كان عامل ازاي؟ هو الامتحان كان طويل وفي اسئله لفه ومش واضحه بالذات في النحو، كان 50 سؤال. طالب متفوق طبعا. داخلين حضرتك كان وزعوا علينا كمامات، بعد ما وزعوا علينا كمامات رشوا لنا جل في ايدينا، بعد كده لبسونا البتاعات اللي هي في جنينة، الاكياس اللي في جنينة دي. بس الوقت كافي، الامتحان 50 سؤال، الامتحان في مستوى الطالب المتوسط يعني يقدر يحله، في بس تكات بسيطة بس الامتحان كان حلو جدا. اوكي في بوابات وفي كل حاجة، بس البوابات مش شغالة ويعني احنا بندخل وبنعدي، يلا عدي عدي. ومفروض ان احنا شفنا في فيديو كده ان المفروض ان احنا في اكياس بنلبسها في رجلينا، لا دي احنا خدناها ولبسناها بنفسنا. المفروض ان في آلة بنحط فيها رجلينا، مفيش، لا ما كانش معقم خالص خالص، احنا اللي دخلنا واحنا اللي عقمنا الديسكات بالوايبس وعهدنا عليها كحول، وبقينا قاعدين كل شويه نعقم نفسينا، مفيش اي حاجه. هو واحد بس مر كده رش في الهواء بس كده خلاص، ديسكات مش نظيفه خالص خالص خالص، قاعدين مخنوقين ومفيش ولا متر ونص ولا اي حاجه، الديسكات جنب بعضها لازق بعضها. لو الامتحان كان حلو بس كان فيه حاجات كده بس صعبه. لا كان وحش جدا، ما كانش فيه تعقيم اصلا، كانت الفصول كلها مش كويسه والكمامه كانت وحشه جدا والجو كان وحش وكل حاجه. يعني هو الامتحان كان حلو بس كان النحو والبلاغه كانوا لافين شويه، والقصه 3 ساعات بس، يعني الوقت كان حلو. يعتبر التعقيم ما كانش حلو خالص، الكمامه ايه خفيفه جدا، المنزلي يعتبر اتقل منها، وكان المكان وحش جدا، وكان التعقيم هو ادونا كمامه بس وما عملوش حاجه تانية، وعقموا لينا بالكحول. لا ما كانش في اي اجراءات تعقيم في المدارس، المدارس بشعه بمعنى الكلمه، الارض مش مكنوسه، الدنيا متبهدله تمام، اللجان كانت كويسه وكل حاجه بس الارض كانت زباله، والمدارس كلها بشعه، حتى المكان اللي احنا قاعدين عليه مش متنظف. علامة كمامة وكان في تعقيم وكل حاجه بس المدرسه نفسها مش متعقمه، ايه لازمه ان انا متعقمه وانا داخله وانا اصلا المكان اللي انا قاعده فيه حواليا كله جراثيم. علمتوا النهارده بوكلات الدين؟ سلمونا بعد اللجنه، قالوا لنا هتجيبوه يوم اليوم اللي موافق فيه الامتحان الانجليزي.